السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احنا اسود الزمالك ودي اخبار الزمالك، ادعمنا عشان نستمر. يلا بينا على بداية اخبار الاسود، بس الاول نصلي على النبي. لاعبي الزمالك يعودون اليوم للتدريبات استعدادا للفترة المقبلة. نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على ليبيريا بثلاثة اهداف نظيفة في مباراة ودية. خطف فريق الترجي التونسي كأس البطولة العربية لكرة اليد من بين أنياب كوموندوز الزمالك في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء ليفوز 29-28 بعد وقت إضافي 5 دقائق على شوطين، ليتأهل الفريق التونسي لبطولة كأس العالم للأندية. من المقرر أن يقوم مسؤول الزمالك بقيد كافة الصفقات الصيفية خلال الفترة الحالية من أجل الاستعانة بهم بداية من دور الـ32 والذي سيواجه فيه الفريق نظيره فلومبودو سنتر البوروندي. مصدر بالزمالك لانية لدى الزمالك في التراجع عن ضم المهاجم البنيني سامسون إيكينولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأكد المصدر هناك ثقة كبيرة في قدرات المهاجم البنيني، وهو ما دفع مسؤول الزمالك لفتح باب التفاوض لضمه دون التقيد بقيده سواء كان تحت أو فوق السن. وأضاف شرط وحيد فقط يرفع مسؤول الزمالك للتراجع عن ضم سامسون إيكينولا، وهو عدم اجتيازه الكشف الطبي المنتظر الخضوع له خلال الأيام المقبلة. قام مسؤول الزمالك بوضع بنود خاصة بتنظيم العمل داخل الفريق، ومنها زيادة الغرامة الموقعة على أي لاعب يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن أمور رياضية. مرتضى منصور: نادي الزمالك يعاني من أزمة مالية طاحنة بسبب الحجز على أرصدة النادي من قبل ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، وأضاف فيريرا: قد يرحل في نهاية الشهر إذا لم يحصل على راتبه، فهو مدرب أجنبي لن يصبر على الزمالك، وتابع: اللاعبون الجدد سيرحلون إذا لم يحصلوا على مقدمات العقود الخاصة بالموسم الجديد. مرتضى منصور حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة أكد أن عقد جنيش لا يتضمن بند لفسخ التعاقد أو أحقية الشراء، وكل هذا الكلام كذب، وأضاف: عقد محمود جنيش يتضمن بند لفسخ التعاقد من طرف واحد بدفع مقابل مالي مقدر بمبلغ 2 مليون جنيه مصري، بعد هذا المستند يجب على الجميع السكوت. مرتضى منصور: سوف أقوم بالرد على جميع الأكاذيب بالتفصيل يوم الجمعة المقبلة في حلقة خاصة عبر قناة نادي الزمالك. قرر مرتضى منصور منع أمير عبد العزيز ونجله وزوجته من دخول النادي على خلفية مشادة للاعب قبل أمس في النادي، بعدما بدأت الواقعة بدخوله النادي ببنطلون مقطع. وقام مرتضى بوضع صورة أمير ونجله وزوجته على باب النادي ومنعهم من الدخول على خلفية تلك الواقعة. مرتضى منصور: سيف الدين الجزيري اتقال اسحبوا الدوري والكاس واحنا الابطال وشوبير وابراهيم وكلام كتير كده في عقد ثلاثي معمول بتاريخ 21/9، احط العقد في عينيك يا احمد يا شوبير، احط العقد في عينك اخرقها، العقد امامك قدامكم اهو مكتوب بند حق شراء البند الثاني بيقول اعاره بنيه البيع، انتوا وصمه عار في الاعلام، واتم العقد فيه اعاره ب 8 مليون جنيه، ولو الزمالك عاوز اللاعب بصفه نهائيه يدفع 12 مليون جنيه، يعني ده بند اعاره بنيه البيع مش انتقال حر. الولد كان مقيد عندي واستمر قيده ولا انفصل قيده عني. علق احمد عيد عبد الملك على تناول اداره الاهلي لقضيه الجزيري لاعب الزمالك قائلا: اولا انت مالك حاشد نفسك ليه في موضوع الجزيري؟ وعلق عبد الملك على هذا الامر قائلا: ثانيا موضوع كهرباء الاتحاد الدولي وكل الجهات اكدت الغرامه، وانت هتدفع قال يعني علشان تقف جنب اللاعب مش علشان محرضه من الاول، فتسكت احسن. يراقب فيريرا وجهازه المعاون عمر جابر، ويسعى فيريرا للوقوف على المستوى الفني لعمر جابر من أجل الاعتماد عليه بشكل مباشر في اللقاءات الرسمية في ظل حاجة الفريق للاعب في مركزه، خاصة وأنه لا يوجد حاليا غير التونسي حمزة المسلوسي، إلا أنه متذبذب المستوى ولا يستطيع استكمال الموسم من بدايته لنهايته ويغيب عن صفوف الفريق لفترات طويلة. حازم إمام: اتحاد الكرة عنده عقود للاعبين وليس عقود الأندية، العقد الذي بين اللاعب والنادي عندنا إن المقاولون لم يضع اسم اللاعب في القائمة للموسم الجديد، وبالتالي يعتبر اللاعب انتقال في صفقة انتقال حر. حازم إمام: عندما خرج العقد بين الزمالك والمقاولون وأن فيه بند تفعيل الشراء، اتحاد الكرة ليس له علاقة به لأنه بين الأندية وليس اللاعبين، وبالتالي الأمر خارج اختصاص اتحاد الكرة، وهناك ملحوظة أن النادي هو من يقيد اللاعبين على السيستم وليس اتحاد الكرة. أحمد شوبير: أنا لما بقول إن عقد سيف الدين الجزيري فيه كذا وكذا ده يبقى حقيقي، لما بنقول عقد إيكينولا بيبقى كلام حقيقي، لما بنتكلم على قصة أحمد ومحمد الشناوي يبقى حقيقي، ولكن لما حد يطلع يكذبنا وهو غلطان يبقى لازم يعتذر، وإحنا لو غلطنا يبقى حقك علينا يا سيدي وهنعتذر عادي جدا.
احمد شوبير اللي حصل بين احمد الشناوي ومحمد الشناوي ان احمد دخل اول يوم المعسكر وقال انا الكابتن. طب يا سيدي ده لسه محمد صلاح داخل وحجازي داخل. وبعدين قال انا الاقدم عاوز رقم واحد. واتم محمد الشناوي كبر دماغه وقال اي رقم هلعب بيه عادي لان الراجل عاوز يلعب. احمد الشناوي جاي من بعيد وراجع للمنتخب من بعيد ومحتاج يركز اكتر من كده. أعلنت لجنة الكرة برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع المهاجم الإيفواري رزاق سيسي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم بناء على رغبة خالد جلال المدير الفني، لتصبح صفقة رزاق سيسي هي 8 صفقات البنك الأهلي. رفض مسؤول فريق فلامبو البوريندي طلب الزمالك بخوض مباراتي دوري 32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة. ورفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف إقامة مباراة الزمالك في بوريندي بسبب عدم توفر الشروط على الملعب. الإعلامي محمد فاروق تأثر الزمالك بغياب سيف الدين الجزيري في لقاء اليكت التشادي الأخير في ظل عدم ظهور حسام أشرف في المستوى المطلوب منه، وأضاف طلب فيريرا من أمير مرتضى بسرعة التعاقد مع مهاجم محلي لتعزيز صفوف الأبيض قبل بداية الموسم. وتابع يعد أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام للزمالك وتعزيز مركز الهجوم هم الثنائي ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي والفلسطيني محمود وادي مهاجم بيراميدز الذي اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق السماوي خلال الفترة الحالية. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام عن قميص المنتخب الوطني الجديد والذي سيظهر به خلال المباريات المقبلة. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة قميص الفراعنة والمصمم من شركة بوما العالمية. بس كده هي دي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن نادي الزمالك. أتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة ومتشكر لكم جدا على دعمكم. سلام.